ويتلقى بطاقة صفراء أيضا. لاحظوا كيف بدأت الهجمة هنا من جانب كارلس بويول، ثم تشافي، دائما تشافي، ثم سيسك فابريغاس يرفعها عالية من فوق الحارس، تشيب لوب في المقص الأيمن في الشباك، هدف ثاني للبرسا في الدقيقة 18، ودائما الإمضاء لفابريغاس. إذن من يحتاج ميسي؟ إذا كان فابريغاس موجود وإذا كان تشافي موجود، فالأخير يمرر والأول يسجل، وغوارديولا يوجه.